والساب يوتيوب، كيف حالكم شباب؟ طيبين؟ نايف الصحابي جدة فريس ار كرو هيدي شولدر تشامبيون بطل السعودية يا حبيبي. في ناس كثير يبغون هذه، ما في. المهم يا عيال، حيكون معانا عضو جديد في الكرو، محمد حسان جدة فريستايل كرو. ريبريزنت. كان معايا في المركز الثاني في البطولة، أقوى منافس يعني. الصراحة الفاينل بيني وبينه كان قتل. المهم يا عيال، ليش دخلنا في الكرو؟ اوكي، شوفوا الفيديو وانتوا. That's it. Peace. اوكي جايز، كان هذا الفريستايل تبعي. انا صرت عضو من اعضاء جدة فريستايل كرو، وناو اي نيد يور باك اب، دعمكم بليز. الشرح عند اخونا. طيب يا عيال، هيد اند شولدر المركز الاول خلاص عندي، المركز الثاني والثالث بينهم تصفيات على الفيسبوك، تمام؟ الرابط تحت زي ما عودتونا دائما، انتم وقفتوا معنا كثير، وقفتوا مع الفريق كثير، هذا وقتكم. يلا يا عيال، دعم، لا تقصرون. جدة فريستايل كرو، بليز.